المرض الفيروسي المخلوي اللي هي الالتهاب الرئوي، الالتهاب الحاد للجهاز التنفسي. بصفتنا احنا كفريق رصد قمنا ب المنشورات للتعميم المنشور للمراكز الصحية والعيادات الخاصة لداخل نطاق البلدية، واي اشتباه في اي اشتباه في حال في اي اشتباه في حاله اشتباه في في الفيروس هذا يتحول تلقائيا لفريق الرصد والتقصيص والقميص. وبالفريق الرصد طبعا ناخذ منه مسحه، اخذنا طبعا احنا مسحات في حالات تحولت لينا من المراكز الصحيه، اخذنا مسحات وحولناها للمركز الوطني، اخذنا منها طبعا مسحه اللي هي البي سي ار وحولناها للمركز الوطني. والحمد لله يعني جت النتيجه، طبعا جتنا اغلب النتائج جتنا سلبيه. وبصفتي نخاطب طبعا الجهات المعنيه للنقص اللي عندنا في الإمكانيات والأدوية والمضادات الحيوية الخاصة بالفيروس المخلوي. وطبعا نقص عندنا اللي هي في الوسائل النقل، طبعا وسائل النقل اللي هي نرفع فيها في العينات، ولاحظ نخاطب الجهات المعنية أن توفر وأن تقف معنا في مكافحة لهذا الفيروس، توفر لنا الإمكانيات الخاصة. البلدية كفريق رصد بالبلدية لحد الآن الحمد لله يعني الحالات نعتبره الوضع الوبائي يعتبر نسبته جيدة جدا، بعكس البلديات المجاورة في حالة تفاقم طبعا في اللي هو والله انتشار مثل الفيروس هذا زاد انتشاره. أراه طبعا نخاطب زي ما قلت سابقا، بنخاطب الجهات المعنية أن توفر لنا، رأونا عندنا نقص حاد في كل شيء، في الأدوية، في الإمكانيات، في أسرة مثل، حتى لو اضطرينا أن بنعطوا مثل في طبعا الالتهاب هذا الفيروس المخلوي طبعا يوصل حتى لضيق تنفس، نضطر أن مثل في حالات بنعطوها أكسجين، فهمت؟ نخاطب الجهات المعنية أن توفر لنا الإمكانيات الخاصة بالبرنامج هذا.